وانا مش هارب والله ولا حاجة، انا بحب مصر وانا اتولدت فيها وهموت فيها. أحب أشكر حضرتك يا ريس على الدعوة دي للأكاديمية، بجد أنا أول ما عرفت إن حضرتك بعت لي الدعوة دي كنت مبسوط جدا والله. مصر مليانة مواهب كتير زي أحمد بغدولة، بس عاوزين الدعم وحسن التعامل مع اللعيبة. وأحب أشكر الشعب المصري العظيم على دعمه لي، بجد أنتم أجمل حاجة حياتي ودول الفترة دي. انا اسف يا حاج اني خدت القرار ده من غير ما اعرفك، انا بخبي عليك حاجه. بس والله يا حاج لو انا قلت لك ما كنتش هتوافق، وكنت هتقول لي عاوزك تحقق حلمي. انا اسف يا بابا، بس انا بقيت راجل وعندي احساس. انت تعبت معايا كتير قوي، وكنت بتبخل على نفسك وعلى اخواتي عشان اعرف اصرف على نفسي وعلى كليتي وعلى سفري وعلى تزييناتي.